يعني كابتن احمد سليمان رئيس منطقه الصعيد، هو مش كابتن احمد سليمان حراس المرمى، لا كابتن رئيس منطقه الصعيد معانا على التليفون. صباح الخير يا فندم. فندم كل عام وانتم بخير. اولا انا لو احمد سليمان رئيس منطقه اسوان لكره القدم السابق. انا اسفه. رئيس لجنه الكره في نادي اسوان، ومن رئيس لجنه الرياضه والمجتمع لجنه شعبيه شركه الله هنا في اسوان اخيرا عشان تناقش الرياضه في اسوان ان شاء الله. اهلا وسهلا يا ساتر. طبعا بنشكركم بالاهتمام ونشكر السيد الناصر العزيز بالاهتمام بموضوع اللعبه اللي عملت دوشه ضجه في العالم كله. انا ابني مكلمني من ايطاليا بيقول لي في مجله فلانيه شهيره في الرياضه اتكلمت على الموضوع ده بالفضيحه فعلا يعني. تمام. احنا طبعا عامله سعادتك راجل قلت بس هذا كله، لكن انا بقول الكابتن عصام عبد الفتاح طبعا ده متعود يجي لنا في اسوان. بس احنا مش عايزين نقول فضيحه يعني كلمه فضيحه. لا لا هو كده فضيحه حضرتك فضيحه. ايوه بس عايز عشان وقتكم الثمين عايز افكر الاستاذ الكابتن عصام كان يوم فرح قال الحكم مش مسؤول ده الحكم المساعد هو المسؤول، لا ازاي؟ ده الحكم نمره واحد. وعايز افكره في ماتش مصر والبرازيل كانوا في جنوب افريقيا لما الاحمدي طلع الكره بايده والحكم شاور ضربه ركنيه المراقب لمح الحكم او نتكلمه على السماعه ولا لا راح حسب الكره ضربه جزاء. كان المفروض المراقب يشاور يتصرف واحنا بنلوم على الجهاز الفني للتعديل اللي ما ينزلوش الملعب ازاي؟ كان لازم ينزلوا الملعب وقفوا الماتش زي ما سعاده الاستاذ خالد قال ان الاسماعيلي خد فرصه ان لعب زياده بحارس المرمى فطبعا كده مفيش تكافؤ فرص. فكده دي لا دي عامله ضجه خالص مفيش حد اعترف حتى للتعليم من لجنه الحكام او من اتحاد الكره كان المفروض يطلع اعتذار رسمي مش يقول لعبه مش مؤثره. لا يا كابتن عصام احنا برضه فينا حق اللعبه لا مؤثره ولا مؤثره ولغايه دلوقتي العالم كله بيتكلم عليها يقول لك بشوف تاريخ التحكيم ما حصلش لعبه زي كده مفيش حد في الملعب يعني يشيل الحكم ولا اللعيب اللي عليه ولا المراقب الحكام ولا مراقب المباراه هو كان ما حدش شاف اللعبه خالص يعني حتى حاجه غريبه حتى الجهاز الفني للمصري للتعديل نفسه اللاعبين ما كانوش كان المدير الفني كابتن حماد عزان والمدير الاداري محمود مدني كانوا موقوفين وراه حاجه كانوا قاعدين في المدرج كان الكابتن المفروض المفروض المدرب العام اللي على الخط كان ينزل على الملعب على طول او يلفت نظر المراقب او الحكم اللي المعنى اللي ناحيته ان في لعبه خطا تمام خطا فظيع في المفروض يستوجب وقف المباراه على طول توقف ويرجع يلعب زي ما سالت كل ضربه حره وباقي على حارس المرمى ويديله طرد ما كانش فرق دقيقتين لا كان في لسه في وقت والمصري والاسماعيلي كان اتنفذ عشان لسه في وقت قدامنا مظبوط لكن احنا مش عايزين بقى احنا مستنيين نقعد على ارض الصعيد وعشان فرقتين من اسوان لا ما احنا بنقول اهو التعليم دي لا تعليم خلاها حق احنا واقفين معاك على طول بس الاحساس العام هنا في اسوان عشان السنه اللي فاتت بين فرقتين والفرقه بدات تيجي اسوان مرتين قال لك لا نبتدي بقى من اولها نخليهم ان شاء الله فرقه ثالثه كمان تصعد في نهايه الموسم ان شاء الله يا ست اللواء اهلا وسهلا شكرا يا ست اللواء الف شكر لك شكرا لكم على الحق دائما يعني اكيد طبعا شكرا يا ست اللواء احمد سليمان رئيس منطقه اسوان لكره القدم.